جميع الشركات التي تنقل البضائع والمؤن إلى العدو الإسرائيلي باتجاه أي ميناء من موانئه. هذه السفن التي تقوم بهذا العمل والشركات نفسها التي تقوم بهذا العمل سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدرات الجيش اليمني. أنا آمل من الصين، من روسيا، من مختلف البلدان، الدول الشرقية، الدول الآسيوية، الدول الأوروبية، مختلف الدول، أن تتفهم أيضا الإجراء فيما يتعلق بالنقل إلى بقية الموانئ الفلسطينية المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي، وأن تكف عن النقل، أن تكف عن النقل، لأن إجراء بلدنا هو إجراء من دافع إنساني وأخلاقي وديني، وعلى الكل أن يتفهم هذا الإجراء. من مصلحة كل الشركات التي تتبع لكل الدول أن تتوقف عن النقل لصالح العدو الإسرائيلي، سواء باتجاه البحر الأبيض المتوسط أو في أي اتجاه، أن تتوقف عن ذلك. ونحن نحرص على أن نوصل إليهم هذا الصوت، وأن يتفهموا هذا الإجراء، وأن يدركوا أنه إجراء إنساني.
أحمد.